الصوفية تأليف الدكتور عبد الرحمن بدوي. فتحنا الصفحة والحجازي معانا ومو معانا، واحنا نرى من الواجب أن يميز في حياة الشبلي ورائه بين عهدين. سيد الحجازي، حجازي يقول البدوي الشطاحات الصوفية لازم نميز في حياة الشبلي بين في حياتي ورائي بين عهدين، الأول ما قبل مصرع الحلاج والثاني ما بعد مصرعه أو حواليه. في الأول كان جريئا يطلق الكلمات الغريبة في غير تحرج، وفي الثاني دار وداور وأعلن ما يشبه التوبة. وإلى الأول تنسب الأقوال الشطحية التي وردت إلينا عنه، وإلى الثاني تلك الأقوال التي تشع منه السنية لكن في غير إخلاص حقيقي. ولقد أدرج السراج طائفة من الأقوال التي تنتسب إلى عهد ذلك العهد الأول الحر، نذكر منها: سمعت أنا عبد الله بن جابان يقول: دخلت على الشبلي رحمه الله في سنة القحط فسلمت عليه، فلما قمت على أن أخرج من عنده كان يقول لي ولمن معي إلى أن خرجنا من الدار: مروا أنا معكم حيثما كنتم أنتم في رعايتي وفي كلايتي. واثنين عن الشبلي رحمه الله أنه أخذ على من يد إنسان كسرة خبز فأكلها، ثم قال: إن نفسي هذه تطلب مني كسرة خبز، ولو التفت سري إلى العرش والكرسي لاحترقت، أو كما قال. قال بعضهم: وقفت على الشبلي رحمه الله فسمعته يقول: أمر الله تعالى الأرض أن تبتلعني إن كان في فضل منذ شهر أو شهرين لذكر جبريل وميكائيل عليهما السلام. وسمعت الحصر يقول: كان الشبلي رحمه الله يقول لي: إن مر بخاطرك ذكر جبريل وميكائيل عليهما السلام أشركت. مولانا ليش ذكر جبريل وميكائيل في كلام حجازي؟ الحصر يقول إن الشبلي يقول: إن مر بخاطرك ذكر جبريل وميكائيل عليهم السلام أشركت. ليش؟ يعني في تأله على الله؟ سمعت الحصري يقول: كان الشبلي رحمه الله يقول لي: إن مر بخاطرك ذكر جبريل وميكائيل عليهم السلام أشركت. مو مستحب مولانا؟ يعني بس تذكر الله، ها؟ أيوة، يعني بيقول ليش فضلهم في خوضهم يلعبون، خليك مع الله يعني. حكي عن الشبلي رحمه الله أنه قال يوما لأصحابه: يا قوم، أمر إلى ما لا وراء فلا أرى إلا وراء، وأمر يمينا وشمالا إلى ما لا وراء فلا أرى إلا وراء، ثم أرجع فأرى هذا كله شعر في خنصري. وحكي عنه قال: قلت كذا فالله، وإن قلت كذا فالله، وإنما في نسخة فأنا أتمنى منه ذرة. وكان الشبلي رحمه الله يقول: ألف عام ماضية في ألف عام واردة هو ذا الوقت، ولا تغرنكم الأشباح. وكان يقول: أنتم أوقاتكم مقطوعة ووقتي ليس له طرفان. وربما كان يشطح ويقول: أنا الوقت وقتي عزيز وليس في الوقت غيري وأنا محق. وكان ينشد هذين البيتين، يقول: خلنا نسأل عن مشاعرة البيت والبيت تولد كنا سيد سرفع يا أختي، مكين في معاملة مكين، أمين الحق أمنه أمين، تعازر عزه فاعتز عزا فقد فات اليقين على اليقين. وربما كان يقول: نظرت في كل عز فزاد عزي عليهم ورأيت عزهم ذلك في عزي. ثم قال كان يتلو في أثري: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا،
ثم يقول: من اعتز بذي العز فذو العز له عز. وحكي عن الشبلي أنه قال أيضا: اللهم إن كنت تعلم أن في بقية لغيرك فاحرقني بنارك، لا إله إلا أنت. وذكر عن الشبلي رحمه الله أنه كان يقول: لو خطر ببالي أن الجحيم بنيرانها وسعيرها تحرق مني شعر لكنت مشركا، أو كما قال، قال: إيش أعمل بلظى وسقر؟ عندي لظى، عندي أن لظى وسقر فيهما تسكنه، يعني في القطيعة والإعراض، لأن من عذبه الله بالقطيعة فهو أشد عذابا من عذبه بلظى وسقر. وذكر أنه سمع قائلا يقرأ هذه الآية: اخسوا فيها ولا تكلمون، فقال الشبلي: ليتني كنت واحد منهم. شلون مولانا حجازي ما تجننيش. الشبلي يقول سمع واحد يقرأ آية اخسأوا فيها ولا تكلمون، فقال: ليتني كنت واحد منهم. وذكر عنه أيضا أنه قال في مجلسه: إن لله عبادا لو بزقوا على جهنم لأطفأوها. فصعب ذلك على جماعة من كان يسمع ذلك. وعن غير السراج: والله لو رضي محمد صلى الله عليه وسلم وفي النار من أمته أحد، إن محمدا يشفع في أمته وأنا أشفع بعده حتى لا يبقى في أحد. أنا أقول وأنا أسمع: فهل في الدارين غيري؟ يعني هذا مولانا الشبلي وصل مواصيل كبيرة، أعلى من أبو يزيد البسطامي والتستري، ولا نفس المستوى؟ هي عندها شعر فعلا، صح كلامك مدد السيادة، مدوا ليادي سيد يوسف ورفعه.